What we do here is go back, 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 back. بونجوركم. اليوم حنعمل ريفيو صغير عن هالإنرجي بار. ما بقدر ليه إذا كنا إنرجي بار أو شيء اسمه بير بار. المهم جلوتين ويت اند ديري فري سولتد بوب كورن اند ريزن. لمعلومة يا عمي، أنا بحب الريزنز بس بحب البوب كورن. شو المميز فيه الأخ المهضوم؟ هيدا الاكسبري ب 2018. هات لنشوف اذا من ورا فينا نلاقي شي معلومات. هلا مستغرب قصة الكتيبة، يعني فكرته made in USA بس شكله لا. ما في، بدي شوف بس هيدي قصة made in where. وخاض اللي بدك اياه، فنلندا يا شباب، فنلندي احوي. المهم شوفي بقلبه كتير انرجي، قلبه 360 كيلو كالوري، شي مهم ماتيار جراس وهالاشياء. المهم هذا شي جديد، خلينا نجربه مشان ما نهرهر على الدنيا كلياتها. هات نفتحه من هون، ناخذ لنا كاتشي. دايما بحب افتحك مشان اذا كملته بقدر سكره. هات نطلعه ونشوف. اوه ما توقعت على المنظر، انا غريب. هات لاخد ريحة واعطي رأي الموضوع. كلها سفريحته كلها تسبيب. انا هاي المشكلة، انا ما كتير حب الزبيب بس بدي اشوف القصة. زبيب وتمر، زبيب وتمر. هلا تذكرت. فيري سوفت. طعمة التمر فيه كتير قوية، مع انه ما قايلين هون هالشغلة بس كأنك عم تاكل تمر. واو واو، ما معه ديتس وكاشو وريزنز. سولتد بوب كورن ما كتير الأثر فيه، بس المهم طعمة التمر الحلوة. هلا غريب، ماني مصدق انه هيدا ميد ان فنلندا. واو، انه هيك هلا صاروا يعرفوا يعملوا. يا زلمه اطيب من التمر العادي اللي بياكله. المهم هيدا البار كان تقديمي من المحل اللي حطيت دعايته على الاول. هيدا قدام اللاسالينس الون ستوب، عنده شو اسمه، حطت بنزين لوندري وسوبر ماركت وهالاشياء الغريبه ما بتلاقيهم. مصاحبكم دبر اللي عنده كثير انواع من هيدي وكثير طيب. انا عجبني. هلا قصعه خلي لها بعد شوي، لانه هلا قبل قرب الغدا يعني انا زكلته كلياته هون وضع صير معي مشكله هلا انا. بس نايس، هيدا مثل انه بيشبه بروتين بار بس الحلو فيه انه طبيعي. نوع سيطان تمي، شيء كثير لذيذ، بنصح فيه، ممتاز. شوفكم ان شاء الله في فود ريفيو جديد.